والحين مشاهدينا بتعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية تصاحب كافة المجتمعات. تشير الدراسات بارتفاع معدل الجريمة حول العالم، وتقع المسؤولية على رجال إدارة الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة. يعيش هؤلاء الرجال تحديا جديدا كل يوم. اسمحوا لنا نرحب بالملازم أول مساعد خبير حمدان جمال إبراهيم، الذي أسهم بجدارة في فك غموض 350 جريمة مختلفة. يا هلا ومرحب فيك. أهلا فيك يا أختي. ما شاء الله 350 جريمة، كيف؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على رسول الله، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكركم على الاستضافة في برنامج هذا، وكذلك أشكر طاقم العمل وأشكر جميع المشاهدين للبرنامج هذا، والشكر الكبير طبعا للقيادة العامة شرطة دبي ومتمثلة على رأسها سيدي سعادة اللواء عبد الله خليف المري القائد العام شرطة دبي، وكذلك سيدي سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وسيدي سعادة اللواء أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة. طبعا أنا يمكن كان عندي شغف، كان عندي طموح أني أنا أكون في إدارة مسرح الجريمة، وهذا كله أثناء ما أنا كنت ضابط مرشح في أكاديمية شرطة دبي. طبعا في أكاديمية شرطة دبي نحن تلقينا التدريب المكثف، نحن يمكن درسنا المادة هذه كانت على يد أمهر الضباط في مسرح الجريمة في حينها، وهاي من الأشياء بالفعل اللي كانت تخليني أنا أطمح أني أنا أكون في إدارة مسرح الجريمة. طبعا من غير أناهيك عن قراءة الكتب الجنائية ومتابعة كذلك بعض المسلسلات اللي تدخل في ارتكاب الجرائم، اللي تفكر موز خلينا نقول هذه الشفرات الغريبة. نعم. وأنا في الحقيقة في بادي الأمر كذلك أشكر مرة أخرى شرطة دبي أنها أتاحت لي الفرصة الكبيرة هذه أني أنا أكون في أعمل في إدارة مسرح الجريمة. خبرنا عن إعداد خبراء مسرح الجريمة. طبعا إعداد خبراء مسرح الجريمة تكون عن طريق ورش العمل، تكون عن طريق الدورات التخصصية، سواء كانت على الإدارة العامة على مستوى الإدارة العامة الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، كذلك استقطاب الخبراء الدوليين من الخارج. يعني هذه من الأشياء اللي ساهمت أن نحن نكون خبراء في مسرح الجريمة. وما أخفي عليكم يعني المدرسة الكبيرة اللي نحن تأسسنا على إيدها، مدرسة سيدي مع الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وكذلك مدرسة سيدي سعادة اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام في الوقت هذاك، ممكن يوم نحن كنا في أكاديمية شرطة دبي تدربنا وتأسسنا على يد سيدي معالي الفريق. ويعني هذه العناصر اللي هي أسهمت أن نحن نتخرج كخبراء في إدارة مسرح الجريمة. نعم، خبرنا هل تذكر أول جريمة حققت فيها؟ نعم بالفعل، أنت يمكن رديتيني كذا سنة وراء. يعني أنا أول ما تخرجت من أكاديمية شرطة دبي على طول التحقت في للعمل الميداني في إدارة مسرح الجريمة. أحيد يعني الساعة كانت 11 الصبح، زين، والجو كان حار في عز الصيف، وردنا بلاغ كان عن بلاغ اعتداء المفضي إلى الموت. طبعا نحن انتقلنا كفريق مسرح الجريمة في هذاك الوقت، كان يترأس الفريق النقيب محمد عبد العزيز الخلوفي. ما أخفي عليك يعني هذه أول جريمة كانت لي أنا، وممكن يمكن ألف سؤال كان يدور في بالي في هذاك الوقت. كيف نحن نقدر نكشف القضية هذه؟ من وين نحن نبتدي؟ كيف نحن نقدر نثبت أن المتهم هذا بالفعل قام بارتكاب الجريمة هذه؟ يعني هذه من الأمور اللي كانت يعني أو من الأفكار اللي كانت تيني أنا في هذاك الوقت، يعني أثناء انتقالنا للحادثة هذه. نعم. بعد ما انتقلنا طبعا وصلنا لمكان الحادث هناك، يمكن نحن استلمنا مكان الحادث من ضابط المناوب المختص في منطقة الاختصاص هناك، وبعدها نحن دخلنا لمكان الحادث. طبعا في المرتبة الأولى تكون التأمين الشخصي لضابط مسرح الجريمة ولفريق عمل مسرح الجريمة كذلك في الوقت هذاك، وبالفعل الحمد لله قدرنا نتبع الآثار اللي تركها خلفه المتهم في مسرح الجريمة وتعرفنا عليه، وفي نفس الوقت كيف نحن نقدر نطبق
الدراسة اللي نحن أخذناها في أكاديمية شرطة دبي وتعلمناها على يد أمهر الخبراء اللي كانوا موجودين هناك ونطبقها كذلك على أرض الواقع. نعم، أحس أنت في العمر صغير مو بوايد كبير، أكيد واجهت صعوبات وتحديات، خبرنا عنها. إذا بنتكلم من ناحية التحديات، مثل ما أنت عارفة والكل عارف، القيادة العامة شرطة دبي دائما تكون سباقة، دائما سباقة من ناحية التقنية، دائما نحن نستعين بالذكاء الاصطناعي. صحيح. هذا نحن ممكن نتكلم فيه من ناحية الفنية. أما إذا نحن بنتكلم عن التحديات، يعني ممكن ما في شيء صعب يكون موجود يعني على رجال شرطة دبي. نعم. وبالأخص في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة. نعم. ولكن أنا أقدر أقول لك أن هناك في عدة أنواع مختلفة في مسارح الجريمة، منها مسارح الجريمة المفتوحة اللي هي ما تقاس، مثل المناطق المفتوحة مثل البر على سبيل المثال. تحطون في كل مكان شرطي صحيح انه يحقق او شيء ولا كيف؟ لا، نحن يوم تقسمون المنطقه، لا نحن يوم ننتقل اداره مسرح الجريمه تكون موجوده على مدار 24 ساعه، على مدار 24 نعم. ساعه نكون موجودين هناك على حسب البلاغات اللي تكون موجوده، وننتقل في كل البلاغات الجنائيه الموجوده على مستوى دبي. نعم. اي نعم. هذا واحد. اثنين، الانواع المسارح الجريمه الاخرى كذلك، مثل الاماكن المرتفعه، مثل مسارح الجريمة تحت الماء. نعم. زين، مختلف أنواع الجريمة اللي تكون موجودة، ولكن في كل جريمة يا أختي تكون عندنا إجراءات فيها، ولكن أنا أقدر أقول ما في شيء صعب يعني موجود عندنا نحن. نعم، خبرنا عن الآلية المتبعة في التحقيق بمسرح الجريمة. طبعا الآلية المتبعة في مسرح الجريمة، نحن أول ما نتلقى البلاغ من غرفة العمليات الإدارة. نعم. العامة للعمليات في شرطة دبي، نكون فريق عمل في نفس الوقت من إدارة مسرح الجريمة وننتقل فورا إلى البلاغ. نعم. طبعا تكون عندنا سرعة استجابة للبلاغات الجنائية تكون موجودة عندنا نحن على مستوى دبي، وفور وصولنا طبعا إلى مكان الحادث نستلم البلاغ الجنائي من ضابط المركز المختص في مركز الشرطة هناك، وبعدها التأمين الشخصي يكون عن طريق يعني اللبس الواقي. نعم. ولبس القفازات ولبس الكمامات، وكرمت الله وكرم الله السامعين لبس واقي القدم. نعم. ومن ثم نحن ندخل إلى مسرح الجريمة، نأمن مسرح الجريمة، طريقة تأمين مسرح الجريمة وإبعاد الجمهور بمسافة كافية وآمنة عن مسرح الجريمة، وبعد نحفظهم. نعم. نعم. وبعد هذا يعني نحن في فريق عمل مسرح الجريمة نوضع خطة قبل الدخول لمسرح الجريمة عن كيفية أو عن أماكن الدخول وأماكن الخروج للمتهم، على أساس أن نحن نتبع خط سير المتهم ونضيق دائرة البحث اللي تكون موجودة عندنا نحن هناك. وبعد دخول مسارح الجريمة طبعا نحن نتبع آثار المتهم والآثار اللي خلفها وراء. تقومون بتمشيط المنطقة كاملة بالضبط. صحيح، إذا كانت هي مغلقة أو مفتوحة أو أي شيء تقومون بتمشيطها زاوية أو مكان بالضبط. صحيح؟ مثل ما ذكرت نحن فريق متكامل، فريق إدارة مسرح الجريمة يكون فريق متكامل، ننتقل للمكان هذا في أثناء وضع الخطة، نوزع الأدوار على الفريق بشكل كامل وعلى حسب الأماكن اللي تكون موجودة. نعم. في الجرائم هذه. نعم. خبرنا عن مدى سيطرة شرطة دبي على الجرائم. الحمد لله رب العالمين، شرطة دبي بتقنياتها العالية، شرطة دبي دائما تكون سباقة بوضع الخطط الأمنية، شرطة دبي دائما تستشرف المستقبل الأمني. ولكن أنا أقدر أقول من المنبر هذا الحمد لله أن يعني أعداد القضايا في تناقص مستمر عندنا نحن في. نعم. مدينة دبي. نعم. نعم. خبرنا عن مشاركتك في دورة الأكاديمية الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية اللي جرت مؤخرا. هذا يمكن من الفرص الاستثنائية اللي أنا حظيتها من القيادة العامة شرطة دبي، وطبعا كل الشكر للقيادة العامة شرطة دبي
أنا كنت الممثل الوحيد في مكتب التحقيقات الفيدرالية في الإف بي آي ناشونال أكاديمي. طبعاً الدورة هذه كانت دورة مكثفة جداً، كانت مدتها 3 أشهر من بين 251 ضابط حول العالم. الحمد لله أنا قدرت أحصل على درجة امتياز فيما بينهم هم، وهذا يعني شرف كبير بالنسبة لي أنا. نعم ما شاء الله. خبرنا شو عنالك موضوع درجة الامتياز؟ درجة الامتياز شرف وفخر لي أنا، وأنا أنسب الامتياز هذا مش لي أنا أنسب الامتياز هذا للقيادة العامة لشرطة دبي في الحقيقة. ومثل ما يقول سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل في قاموسنا. نحن دائما نحن نسعى لأن نحن نكون في المراكز الأولى الحمد لله. نعم. فكيت خلينا نقول لغز أو فكيت شيفرات ل 350 جريمة مختلفة، شو كان شعورك؟ أشعر يعني نحن كفريق مسرح الجريمة يمكن موجودين هناك أثناء تأديتنا للعمل ورد الحقوق لأصحابها، يعني نشعر كل الرضا الحمد لله رب العالمين، نشعر بكل رضا بكل ارتياح. يعني دائما نحن نقول حقوق الناس هذه دائما تكون في أرقابنا نحن. نعم نعم، والحمد لله يعني نشعر بالرضا وارتياح كبير. نعم. يوم نقوم بتأدية العمل على أكمل وجه. نعم. لكل جريمة في خيط يبقى. صحيح. كيف تمسك في أول خيط؟ مثل ما أنا ذكرتك في السابق، كل جريمة تكون الإجراءات فيها مختلفة. نعم. كل جريمة التحقيق يكون فيها مختلف. كل جريمة مثل في الأماكن المغلقة الخطة اللي نحن نوضعها تكون مختلفة، في الأماكن المفتوحة الخطة اللي نحن نوضعها تكون مختلفة. ولكن ما أخفي عليك يعني مع شركاء استراتيجيين معنا نحن في القيادة العامة لشرطة دبي وبالأخص الإدارة العامة للتحريات. نعم. أزين نحن دائما نضع يدا بيد ونحن نقوم دائما بالعمل الجماعي بشكل دائم لفك الغموض والمساهمة كذلك في جميع الجرائم التي تحصل عنها. نعم. خبرنا على أصعب جريمة حققت فيها وآخر شيء وصلت للخيط الأخير اللي كشفت غموض هذه الجريمة. مثل ما أنا ذكرت لك في السابق، ما في شيء صعب يعني فعلا عليك ما شاء الله موجود عين على فريق العمل يعني بشكل. نعم. كامل على القيادة العامة شرطة دبي، وذكرت لك في السابق كذلك يعني التقنيات اللي موجودة عندنا نحن، كذلك التقنيات الحديثة والأجهزة اللي موجودة عندنا نحن. دائما الأجهزة هذه يعني تضيق مثل ما نحن نقول دائرة البحث، زين، وتدلنا على مثلا بعض أماكن الآثار تكون موجودة وسرعة الوصول مثلا إلى المتهم. نعم نعم. ختام قبل لا نختم، نصيحة منك لكل المشاهدين اللي تابعونا الحين في برنامج 7 على 7. طبعا في النهاية أنا أحب أشكركم على استضافة مرة ثانية في البرنامج هذا. نعم. وكذلك أشكر طاقم عمل البرنامج، كذلك أشكر القيادة العامة لشرطة دبي اللي دائما يعني اللي تهتم في فئة الشباب، ممثلة على رأسها. نعم. سيدي سعادة اللواء عبد الله خليف المري وجميع العامة في القيادة العامة لشرطة دبي. ولكن ممكن أن عندي تكون أوجه كلمة للشباب الوطن اللي موجودين، دائما هم يتسلحون بالعلم، دائما يتسلحون بالطموح، لأن دولتنا الرشيدة هذه تحتاج الشباب هذيلا في 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 ميدان العمل. نعم. أشكرك الملازم أول مساعد خبير حمدان جمال إبراهيم، واللي أساهمت بجدارة في فك غموض 350 جريمة مختلفة على تواجدك اليوم في برنامج 7 على 7، وكل التوفيق لكم. شكراً. شكراً لك. مشاهدينا وصلنا الحين لختام حلقتنا لليوم، تريونا باتشر أو مش باتشر اليوم الخميس صح؟ خميس. إجازة سعيدة، يوم الأحد إن شاء الله بيتجدد لقائنا وياكم، فأمان الله.